تحت رعاية معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. تنظم المديرية العامة للغابات يوم 2 فيفري 2017 احتفالاً باليوم العالمي للمناطق الرطبة تحت شعار المناطق الرطبة حماية طبيعية ضد الكوارث. وهذا من أجل إبراز ما توفره المناطق الرطبة من حماية طبيعية ضد الكوارث كالجفاف والفيضانات، وكذلك في الحد من التغيرات المناخية. ستقام مراسيم الاحتفال بولاية الواد، وكذلك تظاهرات احتفالية عبر كامل ولاية الوطن.